اعتقد ده هنا احمد ياسر، وهنا بصراحه مفيش احسن من احمد ثابت على نفس الاسم اللي ممكن يكلمنا. تعالى اتفضل يا دكتور. اتفضل. في البدايه برضو عندي تعليقين على المعز علي وعلى اولونجا. اتفضل. يمكن المعز علي برضو عنده رقم كويس جدا، ان هو صاحب الرقم القياسي في تسجيل اهداف في البطوله الاخيره في كاس اسيا. سجل 9 اهداف. أوكي. اخذ افضل لاعب في اسيا واخذ هداف اسيا في البطوله ديت. الحاجه الثانيه ان هو برضو ليه رقم مميز قوي، ان هو صاحب ثاني اسرع سوبر هاتريك في بطوله اسيا. هو سجل في 51 دقيقه في شباك كوريا الشماليه في كاس اسيا الاخير. كان علي دائي سنه 96 سجلها في 23 دقيقه. ده بالنسبه برضو للمعز علي هداف. احنا بكره هو ده احمد ياسر، اعتقد ده بكره مش احمد ياسر. في نقطه مهمه جدا اللي هو المساك. اتفضل. ان هو مميز بالعاب الهواء بضربات الراس. لو استعرضنا الفيديو بتاعه، هو طبعا هيجي الفيديو على مستوى تحضير الهجمه، التمريرات الصحيحه بتاعته 703، بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا. ده الضربه الركنيه دايما عندهم بتتلعب على حضرتك بتتكلم على نقاط القوه بالنسبه بقى لناس ثانيه. بالنسبه للدحيل احمد ياسر المحمدي اهو، ده لازم يتمسك في الضربات الثابته او الركنيه تحديدا. تمام. ليه؟ لان هو مميز جدا بالعاب الهواء اللي هو المساك. يعني مش بس عندهم المدافعين، لا، المساك احمد ياسر المحمدي طبعا عندهم مهدي بن عطيه، ولكن اللي بيسجل اهداف اكتر احمد ياسر. يعني مسجل هدفين في الدوري في ال 14 ماتش او ال 15 ماتش. بعيدا من نقاط القوه نخلي بالنا منها، الكرات الثابته لازم يتعمل عليه مان. يتعمل عليه مان. لازم، سواء بقى بدانا بمحمد شريف او يعني المهاجم، لازم يلعب تحديدا يكمل مع احمد ياسر. لازم نكون مذاكرين كويس ان احمد ياسر المحمدي ده بيتقدم وبيسجل اهداف. طيب. بتتلعب على مرتين احمد ياسر، بص هتلاقيه واقف بعيد خالص وجاي من هناك، جاي من بعيد وجرى فجاه اتلعبت له. فدي جمله برضو متحفظه للفرقه ديت. تمام. اذا دي كانت اهم، اتفضل يا دكتور، اهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق الدحيل. قطع، اتفضل يا كريم هنا. اهم نقاط القوه اللي كانت متواجده في فريق الدحيل القطري. احنا ان شاء الله بكره هنتكلم اكتر عن نقاط الضعف. يعني يا جماعه مش عايزكم تقلقوا قوي من الموضوع. احنا بس بنحاول نفصل ونفصص لحضراتكم فريق الدحيل ومن ناحية القوة بالنسبة لفريق الدحيل. فاللي بقوله لحضراتكم ان بكرة ان شاء الله هنتكلم اكتر عن نقاط القوة، نقاط الضعف اللي موجودة في فريق الدحيل. انا بشكرك شكرا جزيلا كريم، ان شاء الله بكرة لما نتقابل يبقى عندنا فيديوهات اكتر في موضوع نقاط الضعف. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، وان شاء الله نتقابل بكرة بإذن الله. اشكركم شكرا جزيلا.